تركات مع بعض وصلتوا الفكرة. فاحنا يعني حتى لو احنا فاتنا كتير في الخرسانة او المادة دي زهقتنا كتير، لا احنا عايزين النهاردة نستفيد وفعلا نقول حاجة تنفع جنرال في الفكر الهندسي. يبقى عندك انجينيرنج سنس ان انا اقدر اتخيل السرين اكشن تبقى ازاي، المبنى ده العنصر ده بيتشال ازاي، حمله ماشي ازاي، هيحصل له ايه مع التحميل، فبالتالي محتاج تسليح ازاي، كل ده هينفعك في حاجات كتير قوي. موضوع الخزانات ده عندك معلش اتفضل. في دوشة جنب حضرتك، بس يعني هو عشان امس مشغله سماعه ف كده راحت ولا برضو لسه؟ شغالة موجودة. طب كده راحت؟ أيوة يا دكتور. طيب خلاص تمام، بس مسمعة بس مع صوتكم فيها أوضح يعني. فربنا يسهل إن شاء الله. محمد السباحة على فكرة هو عنصر سهل جدا، وبس يوفرنا فكرته ده شيء كويس يعني. احنا طبعا اتكلمنا المرة اللي فاتت في المحاضرة، المفروض النهاردة عايزة أتكلم معاكم في 3 مواضيع، المفروض دول 3 مواضيع 3 محاضرات، لكن بدل ما احنا ما ناخدهمش خالص او نكتفي بس بحمام السباحه نقفله خلاص، نستفيد بوقتنا زي ما قلنا دي اخر محاضره خرسانه هناخدها. الموضوعين التانيين اللي هم الوايت تانك، في الوايت سبان تانك اللي هو التانك اللي مساحته كبيره، وده على فكره ده اللي اكتر في الاستخدام. لو شفتوا انتوا اي خزانات في المدن الجديده او كده هتلاقيه وايت تانك مساحته كبيره ابعاده كبيره، غير الاكتانج اللي خدتوه صغير مش 4 اعمده. فهديكم فكره عنه، هيبقى نظري بس عشان طالبين بيه باي مسائل، هو بس هيبقى ايه نظري فقط لا غير، عشان بس الموضوع مهم يبقى خدنا باك جراوند عنه. وموضوع ديزاين اوف وول از دي بيم اللي هو تصميم خزانات الوول بتاعه الخزانات دي، انها كمره احنا حليناها او خدناها كبلاطه، كبلاطه مع الفلور، بلاطتين متقاطعين مع بعض الوول مع الفلور، المفروض بيتحط عليها تسليح اضافي انها بتشتغل كاميرا معانا، فده هنتكلم عليه برضو للعلم بالشيء. للعلم بالشيء هنبدا الاول نكمل موضوع حمام السباحه، هنجري عليه بسرعه كده من الحاجات الاساسيه عشان نفتكر كده احنا كنا وصلنا لفين. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اتكلمنا على مراحل انشاء حمام السباحه، وده حمام السباحه زي ما قلنا بتنفس في السفربيه عندنا في التربيه الرياضيه، العزل بالعاديه والتسليح بتاعنا والفلور الاول، واحط ووتر ستوب وبعد كده اعمل النول، وبعد كده مرحله تقويات الحيطان واصب الحيطان، وبعد كده ايه اخلص المسلحه خالص، بعد كده اعزل الحوائط وابتدي اشوف فيه مشاكل، ابتدي اول حاله تحميل معايا اللي هي قلنا عليها املاه ميه واشوف فيه مشاكل او رشح او عزل او رشح الميه في الحيطان ولا لا، كل ده طبعا من موقع محفور مفيش اي ارث بشر معايا، فبعتبر دي اول حاله تحميل اللي هي جاست افتر كونستراكشن، ان عندي ووتر اونلي داخل الخزان وبره مفيش اي لوز. تيجي نعمل بقى طبعا التشطيبات، وابتدي ايه اردم وابتدي املى ميه، دي مرحله اللي هي ديب اوبريشن، قبل ما ابتدي املى ميه من خصر دم تدي مرحله ثانيه اللي هي ايه عندي فيها سويل اونلي مفيش لسه ميه، دي مرحله بنسميها مرحله الايه الصيانه، ان انا لسه عامل صيانه، دي طبعا ديب اوبريشن اللي بتكلم عليها اللي هي المرحله اللي قبليها اللي هي دي اللي هي مرحله الديورنج مينتنس اللي هي اثناء الصيانه، عندي ايرث بريشر وما عنديش ميه في الخزان سويل اون. الحاله الاخرانيه اللي عندي الاثنين، عندي تشغيل بقى اثناء التشغيل عندي الووتر وعندي السويل. بنستخدم دي فاونديشن لو عندي سوفت سويل، وبنستخدم ميديم سويل، بنستخدم قصدي شال فاونديشن لو عندي سويل. واحنا حاولنا نتكلم بقى على موضوع البيهيفير بتاع حمام السباحه، ان بس عندي في جزء صغير من الفلور هو اللي بيتاثر بالعزوم اللي على الوول اللي هي من ضغط الميه، وبقيه الفلور بيكون عليه زيرو مومنت. فقلنا الكلام ده بيقربنا خالص للبيهيفير بتاع الريتين جول، ان انا عندي جزء الوول مع جزء من الفلور مع بعض واحده واحده عليهم الاستريسز وعليهم الاحمال، والباقي الجزء وبقيه حمام السباحه دوت عليه زيرو مومنت.
فقلنا احنا البيبر بتاعنا زي ما قلنا بتاع سيول هو كأنه بالظبط الريتيرنج وول، فده الجزئين اللي هو اللي بره دولت التقاطع الوول مع الفلو دول شغالين معايا عاملين ديزاين، والباقي ايه اجزاء حمام السباحه في الارضيه بستخدم مينيو ثيكنس ومينيو رينفورسمنت، وبالتالي الموضوع سهل جدا بنصمم ريتيننج وول. حالات تحميل قلنا جاست افتر كونستراكشن اللي عندي الميه بس، وبعد كده المرحله الثانيه ناخد سويل بس وخزان فاضي، والمرحله الثالثه ستجيل عندي الموتر وعندي السويل. خطوات التصميم بتاعتنا قلنا اول حاجه كونكريت دايمنشن، بعد كده لازم اعمل تشيك على الابليفت، وبعد كده ابتدي اعمل احسب السنت اكشن في حالات التحميل المختلفه. اول خطوه في كل حاله لازم اعمل تشيك على البيرنج كباستي اشوف سيف ولا مش سيف، بعد ما اتاكد ان البيرنج كباستي سيف ابتدي احسب السنت اكشن للام والان على القطاعات بتاعتي لكل حاله واجيب التسليح المطلوب لكل حاله. بعد كده الخطوه الرابعه زي ما انتم خدتوا هنعمل ديزاين الاير ووتر سكشن والووتر سايد سكشن، واخر خطوه تسليح زي اي خطوات فده يعتبر اي خطوه خطوات اي ستراكشر او اي المنت خدتوه ما عدا الزياده شويه موضوع الابليفت. كده الدايمنشن اهم خطوه فيها هحسب الطول ال اللي شغال معايا اللي داخل معايا في البيهيفير بتاع الرينج وول، هناخده من 6 من 10 ل 1 2 من 10 اتش، فممكن ناخده 1 اتش مثلا نبدا بيه. السكنس بتاع القطاع الكريتيكال بالنسبه لي هو تقاطع الجوينت ده الجوينت دي الكريتيكال، السكشن ده اكبر عزم عندي هنا فهاخد افرده ب 12 من 100 اتش، هاخد افرد السكنس بتاع المول عند الفلور ب 12 من 100 اتش كده عندي كونكريت دايمنشن، واحط 20 سم مينيمم في باقي الفلور وفي الجزء العلوي من المول هاخد السكنس 20 سم. تشيك اب ليفت ده بيعتمد على ارتفاع مسموم المياه الجوفيه، واللي بيتزن معايا هو وزن المول والفلور، هنشوف فاكتور اوف سيفتي بين الوزن الخرسانه المسلحه في المول والفلور مع قيمه الابليفت اللي هي جاما ووتر في اتش ووتر. اتش ووتر هنا دي اتش ووتر هنا دي ارتفاع منسوب الميه الجوفيه. لو طلع معامل الامان ده اكتر من 1.5 يبقى الابليفت سيف، لو مش سيف نفكر نشوف نعمل ايه. طبعا في حاجه تانية بتقاوم الابليفت اللي هي قلنا عليها الفريكشن، احنا ايه هنهملها معانا بصوره الحسابات. لو الابليفت عن صيف بنعمل ايه؟ ممكن نعمل كذا حاجه قلنا عليها، ازود السكنس، اعمل كونكتورز بين العاديه والمتلاحه عشان اشغل معايا وزن العاديه، او اهم اوبشن او اهم اقتراح ان انا ارفع منسوب الخزان انكريز فاونديشن ليفل، ارفع منسوب الخزان بحيث ان انا ايه اقلل اتش ووتر انكريز اتش ووتر، وبالتالي ايه ابعد ما يبقاش عندي مشكله خالص في الابليفت، ابعد خالص عن منسوب المياه الجوفيه، يا دوبك بس احفر قد ما اشيل الردم بتاعي عشان اسس على منسوب ايه كافي. طب هنعمل ايه في عمق الميه شكل وحش الخزان؟ ارفع المنشا كله اللي جنب الخزان عشان احس ان حمام السباحه في منسوب الارضيه كده. اطلع المبنى كله من بره بدرجات عشان واعمل جوه بقى المنسوب العالي ده الغرف بتاعتي، او اعمل اعداد كل حاجه في المنسوب العالي عشان احس ان حمام السباحه منسوب الميه عن سوق الارض. في نفس الوقت اطمن الابليفت، وحتى لو حصل اي زياده في المياه الجوفيه في المستقبل يبقى انا التصميم بتاعي سيف وما يحصلش اي مشكله للتعويم الخزان. اتكلمنا برضو المره اللي فاتت على حالات التحميل، تشيك ازاي اعمل تشيك على البيرنج كباستي، وانا بناخد جزء من الخزان اللي هو المسافه طول بي او ال اللي هو الجزء داخل معايا في الريتيرنج وول مع عرض واحد شريحه 1 متر بس من الخزان. الجزء ده اللي بعمل عليه تشيك، بحط الاحمال بتاعتي كلها في كل كيس مع الثانيه وابتدي اشيك كيس وكيس. يعني الكيس الاولانيه ان عندي ميه بس، عندي مثلث ضغط الميه وعندي وزن الميه وعندي اوزان الحوائط، هبتدي اعوض في معادله بلومبر ستريس ان على اي زد ام على اي في واي او ام على زد، اجيب العزوم اللي على القاعده دي تحت خاصة عند النقطه او، جبت العزوم على النقطه او كل حمل في ذراعه وكل حمل في ذراعه، هبتدي ان انا ايه واخلي بالي الاشارات بقى يعني دول مع بعض بالموجب جنب 4 وزن الميه دي قبل السالب ودي في النص هنا، وبالتالي هجيب العزوم ان هم الفرصه يزنوا الاحمال الرأسيه دي بيبقى فرصه على القعده. جبت عندي الاريا بتاعتي اللي هي بي في 1 متر، بي 1 متر الاريا، الزد هتساوي 1 في بي تربيع على 6 كده. كل المعلومات عندي هبتدي اعوض واحسب اف 1 واف 2
اللي هو الاستريس اللي عندي على السويل تحت القاعدة على طول، وقارنها بالبيلينج بس. طبعا اف 1 دوت هيبقى اكبر من اف 2 نتيجة اتجاه العزوم يعني، ولو اقل من بيلينج كلاسيك تمام سيف. ولازم يكون برضو اف 2 بتاعتي تكون كومبريشن مش تنشن. لو حصل ان البيلينج كلاسيك ان سيف، لا ابتدي اغير البي بتاعتي الطول اللي ادخله معايا في حسابات ده، بدل ما كنت واخده مثلا 8 من 10 اتش او اتش، اخد 1 من 10 اتش واحسب تاني، ازود الطول اللي هاخده معايا في الديزاين وفي التسليح، واعمل تشيك تاني. لو سيف خلاص تمام. لا هنعمل نفس الكلام فيما يخص حالة التحميل التانية دي أثناء الصيانة. عندي سويل بس، أبتدي أخد العزوم بتاعتي زي ما كان لنا المرة اللي فاتت، وأجيب المومنتس وأبتدي إيه أعوض البريك كباستي وأتأكد إن البريك كباستي صح. الحالة الأخرية بتاعت الديور أوبريشن عشان التشغيل، هي الحالة دي كريتيكال في ناحية الإيه البريك كباستي. عندي أحمال أوزان كتير داخل معايا، أوزان السويل أهي، وداخل معايا اوزان الوم الخرسانه المسلحه، وداخل معايا وزن الميه، فكان على ايه قيمتها كبيره، كان على ايه كمومنت على زد يعني شويه الاف بيلاشي شويه الايه تاثير البي ضغط الميه والصويل، فان عليه بس الكريتيكال ممكن يطلع بيه بس التوتال كريتيكال. الخطوه الجديده هنتكلم بقى عليه النهارده اللي هو ستريننج اكشن. ستريننج اكشن اللي هو احدد ايه المومنت والنورمال فورس اللي على القطاعات اللي عندي. باخد بقى تقاطع الوول مع الفلور، ابتدي احسب العزوم. ما نتلخبطش من ام او اللي حسبناها المره اللي فاتت دي. ام اوف او دي مش عزوم على القطاعات اللي بنتكلم عليها اللي هي الجوينتس دي. ام او دي كانت مومنتس على النقطه اللي تحت دي للقاعده البي في 1 متر. فدي حاجه ودي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. دي بس اللي هيحصل في الاستريسز. يعني المومنت ام او دي كنا دي نجيبها عشان نشوف اف 1 دي كام واف 2 دي كام، ملهاش علاقه خالص بتسليح ولا ديزاين قطاعات، لان هي في مكان معصومه لمكان تاني خالص. اللي هي هنا بقى بالنسبه لنا ده القطاع الكريتيكال اللي عايز احسب عنده العزوم هنا وهنا دوت، بجيبه بقى من استراكشر عادي خالص، ايه اشوف ايه اللي داخل معايا في التحميل. الحاله اللي بنتكلم عليها اللي هي جاست افتر كونستراكشن، المومنت عند المول ده سهل جدا ان انا اجيبه. واحد زي ما قلنا بعتبر ان حمام السباحه دوت كانت ليفر او فري، ما بعملش كاميرات في الطب في حمام السباحه. لما اديكوا الوايت تانك هتعرفوا ليه ما بنعملش في حمام السباحه كاميرات في الطب لما نتكلم شويه عن الوايت تانك. ففري وعليه مثلث ضغط الميه، ده الحمل الوحيد اللي بيعمل لي ايه عزوم. وزن الغول هنا مش بيعمل لي عزوم صح؟ وزن الوول يعني الاوزان اللي كنا شغالين فيها دي ما بتعمليش اي عزوم على القطاع ده. الحاجه الوحيده اللي بنعزوها على القطاع ده هو ايه؟ هو مثلث ضغط الميه. فبسهوله جدا اجيب المومنت عند الوول عند الجوينت هنا دي عند اعلى مكان، هتساوي بي مثلث ضغط الميه قيمه ضغط الميه دي في اتش وول على 3 للشريحه 1 متر برضه احنا شغالين عليها. يبقى الام وول دي في منتهى السهوله اقدر اجيبها بي في اتش وول على 3. جبت المومنت دوت، ابتدي اشوف بقى انا عندي جوينت دي 3 ممبرز، زي الجوينت 3 ممبرز. عندي ممبر بتاع الفلور، ممبر الكنتليفر بتاع التوي الصغير ده اللي هو الرجل القدم اللي احنا ايه عاملين عليه. فطبعا باخد حاجات الكنتليفر 3 يعني دوت 3 كده اعرف اجيبه لوحده زي ما جبته. لكن الجزء مع الفلور ده لا، السيستم كده ايه مش عارف اجيبه، مفيش استمراريه وفي ممبر تاني الناحيه التانيه. فانا هجيب بعد ما جبت الام على الوول، الخطوه الثانيه اجيب المومنت دي تو سويل ستريس ام اس. عايزه هنا انا عندي احمالي ايه؟ عندي الوول عليها المثلث الميه، والقاعده من تحت والفلور عليها مثلث ضغط الايرث بريشر بتاع الايه؟ السويل. يبقى احمال اللي عندي الوول جاي مثلث الميه، والفلور جاي عليه رد فعل الايه؟ الاوزان بقى اللي كانت عندي كلها دي رد فعلها كستريس تحت القاعده. فمن رد الفعل ده او الاحمال دي هي دي بتعمل لي عزوم على التوي او الرجل دي. فعلى وش الرجل دي هاخد ايه؟ عزوم بدلاله الاف 1 اللي عندي دي، واجيب ايه المومنت هنا برضو اعتبر بالتقريب ان كلها اف 1 لان المسافه صغيره. احنا قلنا دي حوالي لا تقل عن 20 سنتي، وانت بقى حسب الديزاين تاخدها 20 40 حسب ما انت تشوف بقى ايه البيلينج كاباستي والابليفت، لان برضه بتساعد معايا في الابليفت شويه ان احط عليها سويل
فبتدخل معايا مساحة أو وزن أكبر من السوي. كل ما أكبر السوي دي كل ما يزيد معايا كمية السوي اللي بتعمل لي إيه سيف برضه في موضوع الأبيض. تاني حاجة بتسحب جزء من العزوم فبتقلل لي العزوم برضه على الفلور. فالمهم هنجيب دلالة الـ F1 أو الستريس اللي عندي، العزوم هنا برضه F1 في الطول اللي عندي دوت في الطول على 2 زي أي كانتليفر خالص. جبت العزوم هنا بقت عندي جوينت معروف فيها ايه المومنت اللي على الوول، معروف فيها المومنت اللي بتاع السويل. هجيب ام فلور باتزان الجوينت، هنجيب المومنت عند الفلور اللي هو هنا باتزان الجوينت. دي ده اتجاهها كده، دي اتجاهها من اعلى من اسفل الى اعلى، يبقى لازم عشان يحصل اتزان دي يبقى اتجاهها كده ايه الاتجاه ده، بحيث يبقى دوت مع دوت هما الاثنين يلفوا يتزنوا مع الايه مع المومنت بتاع الفلور. يبقى كده المول بتاع المول هيساوي مجموع المول بتاع الفلور زائد المول ام سويل او المول بتاع الجزء ده. الحالة اللي بعد كده طبعا النورمال فورس، النورمال فورس طبعا ضغط المية ده او مثلث المية ده بيعمل لي نورمال فورس عادي، ضغط المية على المول بيشد لي ايه بيشد لي الفلور. ضغط الميه عايز يشد يزق المول لبره فيعمل لي شد على الايه الفلور. فعندي نورمال فورس قيمتها بتساوي ايه، قيمتها جايه من البي او ضغط الميه ده، هو ده اللي بيعمل لي شد على الايه شد على الفلور. يبقى ادي البندنج مومنت وادي نورمال فورس شد، القطاع ده عليه ام وتي، القطاع ده عليه ام وتي. طبعا دي على الايه، يبقى عندي ام بس، ام بس على المول، المول عليها ام بس مومنت بس، اما الفلور هي دي اللي عليها ايه عليها شد نتيجه مثلث ضغط الميه او على الايه على المول. يبقى القطاع بتاع الفلور عليه ام وتي مومنت وشد، والقطاع اللي على المول عليه مومنت بس ومفيش اي نورمال فورس. وبرضه طبعا ام سويل دي معلهاش نورمال فورس لانها جايه بعد الحيطه، والحيطه عايز تتحرك في المنطقه دي، فهنا دي عليها نورمال فورس ودي ما عليهاش ايه نورمال فورس. طيب نيجي هنا بقى على الكيس الثانيه اللي هي اثناء الصيانه. برضه هنبدا حساباتنا من ام بتاعت المول، بس عندي ايه اللي هيعمل لي العزوم هو مثلث ضغط التراب اللي عندي ده، هو ده اللي هيعمل لي العزوم. لما يعمل لي العزوم بتاعتي هنا هبتدي ان انا اعمل تزان جوينت، اجيب المومنت على السويل من الكيس برضو حسب الاسترس اللي عندي في حاله الصيانه. هاخد شوف الاسترس هي عندي هنا اف 2 هنا اف 1 هنا اكبر عشان اتجاه العزوم اتغير. اجيب المومنت بدلاله اللود اللي تحت دوت اللي على السويل ده، اعمل اتزان جوينت اجيب المومنت هنا. هنا بقى نتيجه وجود ايرث بريشر ما بقاش عندي ام وان ام وتي على الفلور، لا بقى عندي ام وان قطع عليه كومبريشن، لان السويل بتضغط على الحيطه وبالتالي تضغط على الايه على الفلور، فالفلور عليه نورمال فورس كومبريشن. يبقى ادي السيمنت اكشن والعزوم متزان الجوينت. المومنت طبعا هنا على المول هيكون من بره، الشد من بره نتيجه ايرث بريشر او تاثير الفورس بتاع ايرث بريشر، والسويل زي ما هي اتجاهها كده زي ما احنا شايفين من اسفل الى اعلى. بتزان الجوينت هيبقى عندي ايه شكل بتزان الجوينت، هيبقى عندي المومنت ده اتجاهه كده وده اتجاهه كده، يبقى لازم ايه الام بتاعت الفوق في الاتجاه التاني لبره. يبقى خدنا بالنا هنا في حاله الصيانه الشد بقى من بره، من بره المول ومن تحت الارضيه. في الحاله اللي قبليها اللي هي اثناء اثناء بعد الاثناء ما بعمل يعني تشيك على العزل، عندي ميه جوه بس، ايام الميه كانت جوه بقى الشد جوه داخلي على من بره على الاسطح الداخلي، لما كان عندي الحمل من بره بقى الشد ايه من بره زي ما شايفين. فبالتالي كل حاله بتديني اتجاه عزوم قيمه واتجاه مختلف. يعني الحاله بتاعت الصيانه دي الشد من بره بقيم مختلفه عن الحاله اللي هي بتاعت الشد من جوه، ادي الشد من بره اهي، وادي الحاله الثانيه بتاع الاولانيه بتاعت اثناء بعد التشغيل على طول الشد عندي من جوه. فهنا التركيز هنا في ان اخلي بالي كل حاله تحميل بتديني عزوم او قيم عزوم في اتجاه تاني غير الحاله دي، وبالتالي لازم انا اوفي تسليحي لكل حاله.
بحيث كل حاجة ما تحصل يبقى أنا عندي إيه التسليح الموجود سيف، ويقدر يشيل العزوم اللي هتتولد في مكانها وقيمتها حسب الحالة اللي عندها. دول حالتين التحميل المهمين من ناحية العزوم. الحالة الثالثة بتاعت أثناء التشغيل دي الأوبريشن دي يعني إيه مهمة في الشيك على البنكة، بس كان في عزوم هيبقى عندي مثلث المية ومثلث ضغط السويل الاثنين، أما أجي أعمل الحساب على المهم بتاع المول هيقللوا قوي بعض، هيبقى عندي فرق القيمة فرق ما بينهم، بس عزوم صغيرة بالفرق مين فيهم أكبر السويل ولا إيه المية. فبالتالي الكيس رقم ثلاثة بتاع ديور أوبريشن إحنا مش هنستخدمها في العزوم لأنها مش هتديني حاجة قوي، لكن اللي هيديني يعني عزوم او نورمال فورس او ديزاين مظبوط هما الحالتين الاولى والثانيه اللي هي بعد الانشاء على طول جاست افتر كونستراكشن، والحاله الثانيه اثناء الصيانه. كل واحده في دول هعمل لهم ديزاين بقطاعاتهم وتسليحهم، وابتدي اشوف بقى احط التسليح ازاي بحيث اوفي كل الحالات. يبقى كستاندنج اكشن يهمني كيس 1 وكيس 2 فقط لا غير. بعد كده تيجي بقى هنعمل الـ reinforcement detailing، دي اخر خطوه في الديزاين. ابتدي ارص التسليح. احنا قلنا ان عندي لما يكون الميه جوه هيبقى عندي شد هنا وشد هنا من جوه على الاسطح الداخلي، يبقى لازم احط التسليح ده اللون الازرق. التسليح الاسود ده جاي منين؟ من كيس 1. يبقى التسليح اللون الازرق والتسليح الاسود ده جاي من الكيس 1، ولازم طبعا نوفي اللي احنا اتفقنا عليه طول ما انتوا عندنا في الخرسانه اللي هي موضوع ايه طول التناسب او الفولينج. يبقى هنا اقصى عزم هو يبقى كل سيخ لازم امده بعد اقصى عزم مسافه لا تقل عن ال دي اللي هي حوالي 55 فاي او قطر السيخ. ونفس الشيء السيخ الازرق ده لازم اديله بعد اقصى عزم 55 او في التناسب اللي دي اطمن ان انا ايه مفيش هيحصل عندي سليبج او السيخ هيفلت او مشكله عدم التناسب دي. يبقى لازم التسليح ده احطه علوي وامده لغايه نهايه الايه الدنيا كده، واتاكد ان الطول ده ايه موفي ال دي. هنا احنا عاملين كده ستريت، مرسوم ستريت. لو ما كانش موفي المسافه دي كلها مش موفيه ال دي، يبقى لازم اعمل له رجل الايه لاسفل كمان عشان اطمن ان انا وفيت ال دي. نفس الشيء ده من هنا هو ومشيت السمك ومشيت كده ما وفاش، لا اطلع رجلي الاعلى كمان عشان اوفي ال دي. كده كده التسليحين دول جبتهم من الديزاين بتاع ووتر سايد سيكشن بتاع الكيس بتاعت الجاست افتر كونستراكشن. الحاله الثانيه بقى اللي هي اثناء الصيانه بقى الاحمال من السويل بره، بقى الشد بره هنا وتحت. الشد بره هنا ده ايه بقى يعني القطاع هنا اعمل ديزاين للقطاعات بتاعتي هنا واجيب التسليح. قطاع حمام السباحه في السكنس هنا عامل هونش عشان محتاجه ازود السكنس في المنطقه دي، اعمل هونش من بره لان ما ينفعش اعمل حمام السباحه هونش من جوه والناس بقى تلاقي حاجات كده ايه تتخبط فيها من جوه، فالهونش دايما هعمله من بره عند الطول كده. إيه عملنا الهونش ده هحط التسليح اللي هيقاوم العزوم اللي عند المول مايل كده، يبقى التسليح الاحمر ده التسليح اللي بيقاوم اقصى عزوم عند المول من الكيس بتاعت كيس 2 اللي هي جاست اللي هي اثناء الصيانه. فهيبقى التسليح المونش ده هو ده التسليح اللي جاي من الكيس دي 6 في 12 اللي جاي من الكيس بتاع كيس 2 اللي هي بعد اثناء الصيانه اللي عندي سويل وما عنديش مول. والتسليح السفلي ده هو ده اللي جاي من الايه من نفس الكيس اللي هو جاي من تسليح وجود السويل. طيب فاخد فدول ده يعني السيخ تاخده على بعضه كده هو ليه من نفس الكيس اهو، يبقى هاخد سيخ واحد على المول من بره وينزل تحت الارضيه ويمشي. انا هل بقى هسالكم سؤال، هل خد كده خدت التسليح المول والفلور مع بعض وجايين من كيس واحده هما الاثنين 6 في 12 ماشيين من الاول لاخر خلاص كده كده ايه اي عزوم بقى بتضغط من هنا رد فعل التربه او عزومها من هنا السيخ ده كده هو اللي هيقوم اللي هو مرسوم بالاحمر. طيب احنا ليه هنا بقى
الكيس رقم 1 اللي هو التسليح بتاع الازرق ده بتاع المول وتسليح الفلور، احنا ايه فصلناهم، هل كان ينفع ناخدهم كده ونتنيهم كده؟ كان هيحصل شد عند الكاميرا حصل الخرساني الشد وهيتكسر. بتاع الكفر. اه طبعا طبعا ما كانش ينفع، لان احنا ايه كده عندي حصلت الشد على الكفر، هينطر الكفر، لازم هنا كنت انزل ده لوحده منفصل وده لوحده منفصل. في طريقه تانية لازم تعملها بعض الناس يعني، بس ايه يعني مش مستحب قوي، كنت تاخدهم جرافطه، كنت انزل المول دي كده واتنيه كده والف واطلعه كده، لكن مش يعني معقد في التنفيذ ومش لازمه خالص. الافضل احنا فصلناهم. وفي نفس الوقت حاجه تانية، انا عندي منطقه هي الجزء كان ده عايز تسليح، فكده كده كنت ده همشيه، والال ديفلوب بتاعته بدل ما انا انزلها والفها واطلعها، انا ايه همشيها هنا، يبقى حققت ال دي. في نفس الوقت ايه حطيتها تسليح حلو، لان انا سمك عندي اكتر من 20 سم او اكتر من 16، لازم اعمل تسليح حلو. فافضل ديتيلنج لكلام السباحه هي الديتيلنج ديت، هي الديتيلنج ديت. وطبعا هنا عندي جزء بقى اللي قلنا عليه في مينيمم دوت، هبتدي ايه يتقاطع بالشكل دوت وحط تسليح مينيمم. في سؤال يا جماعه؟ حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال في حمام السباحة عشان نحكي على حاجة تانية؟ لو سمحت يا دكتور، اتفضل. معلش، هو بالنسبة للعزوم اللي بيبقى جوه الحمام السباحة، لو مش سيف معايا اه وبرضه ما اقدرش اعمل هونش، الوضع الحمام، ده هناك لا طب السؤال دوت عايزين نركز فيه بقى مع بعض، نجيب القطاع اللي هو الايه اللي مرسوم شوية. انت بتقول ايه القطاع ده مش سيف معايا، خلاص ما انا هعمل هونش، وانا اللي عندي عزوم، العزوم الهونش دوت شغال معايا في التو كيسز، اما اجي اصمم القطاع ده للكيس نمبر 1، ولازم يكون الهونش في اتجاه المكان نفسه. لا ما هو في الاخر السكنس ده هو ده السكنس برضه في الديزاين في التو كيسز، يعني السكنس ده مش بيشتغل معايا بس في الكيس اللي فيها سويل بره وخلاص، لا السكنس ده بيشتغل معايا في الكيس اللي فيها الميه جوه وبره مفيش حاجه، اللي هو جايب التسليح الازرق ده، يعني انا تصميم عشان التسليح اللي باللون الازرق ده انا باخد الستنس ده كله. فاتجاه الهونش ما بيفرقش معايا هو جوه هو بره، احنا نعمله بره بس لما يكون عشان الاستخدام، عشان الفانكشن بتاع محمد السباحه لازم يكون كلير خالص. لكن كستراكشر اما بعمل ديزاين سواء الكيس نمبر 1 او كيس نمبر 2، ده التوتال سيكشن بتاعي ده هو ده اللي بيقاوم العزوم، سواء كانت من بره الشد او من جوه الشد. واضحه كده؟ اه تمام، شكرا دكتور. حد عنده سؤال تاني؟ كنا ايه الافكار بقى؟ اقول لكم ايه الافكار دي في حمام السباحه؟ ايه الافكار؟ هقولها بعد ما ناخد الوايت تانك، لانهم كنت بجمع لهم كافكار الوايت تانك مع حمام السباحه، احطهم في مساله واحده كده. فلما ناخد حمام الوايت تانك هنشوف إيه، نتكلم في الاخر على الافكار اللي ممكن تيجي في حمام السباحه. لكن هي كل القصه كلها انا عايزه يعني ننمي عند بعض اي ابلكيشن بناخدها، اي استراكشر جديد، اي منشا جديد، فاتو فولد بليت، مش فولد بليت، تنكر شيل دوم او كريس ريسنج، كل دي هتلاقوا في سنه رابعه حاجات كتير كل واحده مستقله عن ذاتها، مفيش علاقة بين الستريسنج والسندكر شيل أو اللاترال لود، لكن كل ده بيخدم حاجة واحدة بس، إن احنا عايزين الجيك سنس بتاعك من ناحية تحس بالممبر ازاي مش شال على ايه؟ الحمل بيمشي ازاي؟ الديفليكشن بتاعه ايه؟ الأحمال على السترنج اكشن ايه؟ أصممه ازاي بأي طريقة؟ في الآخر هي كلنا نصمم معادلة واحدة سهلة جدا اللي هي دي زي ما قلت على بيه، لكن هجيب المومنت صح ازاي؟ استراكشر ازاي؟ أحط إيه؟ كل ما اخد عناصر جديده كلهم بيخدموا بعض، كل واحد بيزود يعني بيزود ايه الباك جراوند الكبير عندي اللي بيخليني في الاخر اعرف اقول له ترانسفير صح، اقول فين الركائز، اقول له ده كده الركائز دي مش نافعه، السبان ده كبير، ده محتاجه ركائز ثانيه. فده المهم قوي، ده خطوات الحل والارقام مش عارفه ايه، كل ده ممكن هتنسوه. اللي عايزين يفضل يعني راسخ في دماغكم هو ازاي يبقى عندك سنس هندسي كده، ان انا احس اشوف ايه ده، امشي في الشارع اشوف حاجه كده كانت ليفر طاير قوي في
البريبسنج بتاعه قليل، لا 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 الديفليكشن ده اكيد هيبقى نصيف، طب ال على 5 كام، لا 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 كده انصيف، من غير ما انا ايه احسب بايدي ورا وقلم، عينك كده بتشوف الغلط لوحدك. لما تعرف الصح كتير عينك هتحس بالغلط لوحدك، تشوف لوحه مرسومه غلط مسلحه تقول لا 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 لا. وبيحصل يعني، انا كتير قابلنا مهندسين مثلا في هيئات حكوميه وكبار في السن جدا وما خدوش بقى يعني بتوسع عناصر كتير وكلام انتوا خدتوه ده، لكن ممكن يجي له لوحه مثلا يحس ان التصليح ده غلط، التصليح ده يعني مره جاي للوحه ومكتب كبير جدا وكان خزان برضو وكان صومعه، وهو المهندس دوت لما شاف اللوح قال لا تصليح الصومعه ده غلط، بقى يعني هو الهيد بتاعه يقول له يا عم انت تفوت المستشاري هو صح كده، قال لهم ده غلط يعني غلط، جابوا لجنه تانيه وفعلا اكتشفوا ان التصليح كان مرسوم غلط، يعني عكس خالص الترينج اكشن المتوقعه. فده عرف منين؟ هل حافظ كلمتين او حل مساله بايده؟ لا، هو نمى عنده من الخبره او من طول التعامل مع المشاريع حته الانجيبسنس ده، اللي يعني نتمنى تخرجوا بيه كله. هنتكلم بقى على النوع الثاني من الخزانات اللي هو الوايت سبانتن. الوايت سبانتن من الصوره بتاعت اللي انا حطاها دي تحت اسم المحاضره اللي بيتت وايت سبانتن، زي ما شايفين ايه بحر الخزان كبير، وده اللي بيستخدم يعني، مش بنعمل بقى خزان اللي فاتت واعمده ومش عارفه ايه وفي الاخر نلاقي حاجه صغننه كده يعني، ده موجوده موجود، بس في الغالب الوايت سبان تانك منتشر في الفيتد اكتر من الايه الريكتانجل الصغير، لان بغذي مناطق سكنيه كبيره ومحتاج مساحه كبيره من الميه، فالريكتانجل ده كده حاجه تقديميه عشان نتعلم الاكبر بقى. طيب زي ما انتم شايفين كده انا عندي مجموعه من اعمده كتير كده، والدنيا مش زي ما خدنا في الريكتانجل تانك اربع اعمده في الكورنر وبس، ده ليه بقى؟ عشان موضوع السبان، عندي سبانات كبيره حقول كبيره بين الكورنرز وبعضها. الوايت سبان تانك ده بيشتغل معايا على بحور اللي بين الكورنرز وبعضها اكبر من يساوي 8 متر، لو عدينا ال 8 متر ممكن نوصل لغايه 30 متر واكثر من 30 متر، لو عدينا 8 متر يبقى كده دخلنا مش في الريكتانجلر تانك، عديناه بقى لازم احط اعمده داخليه، ان كان السبان عندي بقت كبيره قوي، الاحمال بقت كبيره، لو صممت على سبان 8 متر زياده انا كده ايه هيبقى عندي عزوم كبير قوي، والسكنس ال 40 ولا 50 سم ده كمان مش هيوفيني، فبالتالي لازم افكر ازاي ان احط عناصر جديده تشيل معايا في الاحمال تخفف لي قوي العزوم وتخفف لي ايه السترنج اكشن. المهندس الشاطر اللي هو يقدر يعمل ايه؟ حاجه سيف وكوميك. يعني اما ممكن اعمل حاجه سيف احط سمك كبير وحديد كتيره، لكن عمود صغير هضيفه او كمره صغيره هضيفها هتقلل لي قوي العزوم، بدل كنت سيمبل بقت تو سبان بقت كذا، فبالتالي اقدر ان انا اخد عزوم قليله وبالتالي تنسيح اقل وسمك اقل، وده الهدف من المهندس الانشائي انه سيف واقتصادي. ففي الحاله دي احنا قلنا لازم يبقى السبان بتاعي في الحاله دي لازم اقسمه باستخدام اديشنال كولز، هحط اعمده اضافيه بحيث المسافه بين العمود والتاني في الرينج اللي احنا حافظينه بتاعه الكاميرات بصوره السلام اللي هو من 4 ل 6 متر، هحط اعمده داخليه على الاطراف، ممكن احط في النص كمان يعني حتى السيستم اللي اختاره من 4 ل 6 متر. طيب دي اول خطوه. طب ايه السيستمز بقى؟ كده بيكون عندي موضوع اعمده، عندي افكار كتير، انا كده حطيت مثلا المساحه دي 15 في 15 كل 5 متر حطيت عمود، طالب هسيب المساحه جوه كده فاضيه خالص، ممكن احط كمان اربع اعمده بحيث اقسم الفلور لسولد سليب. انا الفلور ده هنا بقى كده مع نظام الوايت تانك هيبقى عندي كذا سيستم ممكن اعمله في الايه في الفلور، ممكن احط اعمده داخليه كمان واحط كاميرات ساقطه في الفلور، وكاميرات الساقطه ديت ايه هتقسم لي ارضيه الفلور لسولد سلاب زي ما انتم شايفينها بالشكل ده، يبقى ده اول سيستم للسوليد سليب. طيب السوليد سليب هاجي اعمل سترينج اكشن ازاي او احل ازاي؟ ابتدي اعمل زي ما خدته كده في مش خدته في الريكتانجل تانك دبليو الفا ودبليو بيتا، بوزع احمال عندي على الكاميرات الخارجيه، كانت في الفرق بقى هنا الريكتانجل تانك انتوا كنتوا عندكم الكاميرات الخارجيه مين؟ هي الوول في الفلور، كان مين الفلور؟ مين اللي مين شايل حمل الفلور؟
حمل المفروض يروح رايح للمول الاول، والمول هو يجدي الاعمال. يعني انا عندي البيهيفير بتاع الريكتانجل تانك ان هو فلور ارضيه مرتكزه على الكمرات المقلوبه. المول بالنسبه لي كنت بعتبره كمرات مقلوبه، يروح الحمل من المول لفلور لكرات مقلوبه، والكرات المقلوبه كانت بتدي للايه؟ للكونس. انا عندي هنا بعمل غير الوول كمرات ساقطه كمان اهي في الفلور متقاطعه ومشتركه على الاعمده، وبرده بقسم ده بي الفا وده بيتا. ده بي الفا دي هتروح للوول، هنا يبقى عندي ده الوول، وهتروح هنا للايه؟ للكاميرا الساقطه دي. طبعا انا عندي مش بعمل هنا كاميرا ساقطه، لان خلاص الوول قايمه من الواجب. يعني الرسمه دي يعني عشان تتحل صح لازم الخط ده يكون متنقط. انا هنا يعني ايه السهوله شويه خدت رسمه ثلث سلاب، لكن الصح ان انا الخط ده كنت نقطه. انا مش محتاجه كاميرا ساقطه لان عندي الوول خلاص كاميرا عميقه كبيره مقلوبه، ما تفرقش مع البلاطه هي مش شايله على كاميرا مقلوبه لفوق ولا نزل تحت. مادام في اتصال ما بينهم كده يبقى هي شايلاها، سواء شايلاها بتشد الحمل لفوق او بتغير الحمل من اسفل لاعلى او من اعلى لاسفل، ما تفرقش. ما تفرقش مع تصميم البلاطه الحمل او من تصميم الكاميرا نفسه الحمل جاي من اعلى لاسفل ولا من اسفل لاسفل ولا من اسفل لاعلى. المهم هقسم طبقا لنسبه الاستطاله بتاعت البلاطات اللي في الفلور دي، واجيب ار واجيب الفا وبيتا، وهتاخده زي ما خدته كده ان اخد ايه الفا وبيتا بواحد، ما اخدش بسبعة مع عشرة زي ما كنا شغالين في سورج لاب كنوع من الامان عشان منشأ خاص. طب هاخد شرايح عشان اصمم زي ما كنت تاخد شريحة في اتجاه اكس وشريحة في اتجاه واي، هاخد نفس الكلام. الشريحة مثلا في اتجاه اكس دي هيبقى عندي الحمل عندي هو ايه دبليو الفا ماشي معايا، كل كاميرا ساقطة هتقابلني اعمل لها انها ركيزة سبورت. يبقى انا عندي كاميرا في الاخر دي يعني ركيزة بالنسبة لي للبلاطة اللي هي تناظر النور. الركيزه دي بالنسبه لي مش اعمده، الركيزه دي هي الوول المقلوبه الانفرتد ايه بيمز دي اللي هي الوول. وبعد كده قابلني كاميرا ساقطه، وكاميرا ساقطه احطهم ركايز بالنسبه لي، وبعد كده ايه الوول. والحمل الموجود عندي هو دبليو الفا، وعندي ضغط الميه ضغط الايه توزيع الميه على الوول اللي هي جاما في اتش. هنا بقى اسهل كمان على فكره، الواي التانك اسهل كمان من الريكتانجل تانك. ليه؟ في الريكتانجل تانك كان ابعاد التانك الوول الوول طولها 4 متر وارتفاعها 3 متر، فكنت لما اجي اعمل لها كحسابات سولد سلاب هي بتبقى تو واي، الحين يمشي في اتجاهين، خاصة لو عملت ايه كما يبقى هي الوول بتاعت الفيت تانك المستطيلة هي حاجة من اتنين، اما ان هي الوول بتاعتي دي 3 ايدج سلاب لانها اما مش شالة هنا وهنا مثبتها هنا، مثبتها في ايه بقى؟ في الوايت تانك ادي يعني عندي وايت قصدي ريكتانجل تانك عندي مستطيل كده صغير. الكاميرا دي مثبته فين؟ في الكاميرتين اللي بتاع عمودين، اطور ركايز ليها. الكاميرا دي كده دول ركايز ليها عمودين، فدول تثبيت عرضي ليها، هي مش شارع الاعمده على طول داير، لكن دول بقى ركايز بالنسبه لي كمان في الاتجاه العرضي. طيب انا عندي الكاميرا المول بتاعه الريكتانجل تانك اللي خدتوها دي دايما بتبقى تو واي سلاب. ليه تو واي؟ لان هي طول الوول في الغالب بيكون ايه 4 متر 5 متر 6 متر 7 متر، بس ارتفاع المايه ممكن يكون ايه 3 متر او 4 او 5، فبالتالي لما اجي اعمل نسبه الاستطاله بيطلعوا تو واي. فبقعد اعمل بقى المثلث الكبير والمثلث الصغير وافق الرأسي والشغلانه اللي خدتوها دي. الجميل بقى في الوايت تانك لا، لان انا عندي الوول نفسها ابعادها كام؟ طول ادي الوول طول الوول كام؟ طولها ال 20 متر او 15 متر دول وارتفاعها 3 متر، فكده كده بتبقى شكلها وان واي. يبقى الوول بتاعتي لما اجي اتعامل معاها دي اخلي بالي ان الوول دي هتبقى وان واي سلاب في الاتجاه الرأسي، وبالتالي كل الحمل المثلث الجاما اتش بتاعي كله جاي شغال معايا في الشريحه دي والشريحه الثانيه، مفيش حاجه رايحه افقي خالص. وده كده بالنسبه لي اسهل، ما بصممش هورزونتال دايركشن، شريحه افقيه وراسيه ومثلث كبير ومثلث صغير والفا وبيتا، لان الموضوع ابسط الموضوع اسهل. لان انا عندي لو ما عملتش لو عملت المول ده كانت ليفر كده، ابعاد المول في الحاله دي ابعاد المول في الحاله دي كده هو ايه وان واي في الاتجاه الراسي، لان ارتفاعه مثلا 3 متر او 4 متر وطوله كبير 20 متر ولا 15، فعندي مثلث ميه على طول جاما اتش. واضح دي يا جماعة؟
واضحة الجزئية دي؟ تمام يا دكتور. البندنج مومنت ادي الشريحة بالركائز اللي عليها، ادي شكل البندنج مومنت على الفلور، هيبقى شكلها زي الايه؟ ستون سلاب نيجاتيف فوق الكاميرات، الكاميرات ونص بين الستان وبعضها، والجوينت دي شكلها زي الجوينت بتاعنا الثانية بتاعك بالظبط، اتزان جوينت عندي المول عليه المومنت في الشد نتيجة المية الداخلية، والنيجاتيف مومنت هنا ايه؟ عند التقاطع المول مع الايه؟ مع الفلور. ده شكل العزوم. كل اللي جت على الريكتانجل ان عندي اكستين في النص هيخلي العزوم كلها ايه؟ تطلع وتنزل كده لغايه ما اوصل تاني للنهايه للاند اللي هي بتاعت الناحيه التانيه. لو احنا مسحنا الحته دي وضمناها، مسحنا كل جزء ده كده وما ضمنا الرسمه مع بعضها، هوصل لرسمه ايه؟ ريكتانجلر تانك اللي انتوا خدتوه. النورمال فورس اهيت ان زي ما خدته ان الفلور عليه نورمال فورس نتيجه تأثير ضغط المية بيشد لي الايه؟ الفلور. نورمال فورس شد. طب شكل التسريح هيكون ازاي؟ الكاميرات دي ساقطة اهيت، لو عندي النيجاتيف عالي شوية بدل ما اكبر السمك بتاع ال، دايما النيجاتيف بيبقى اعلى من البوست في الطول السليم، فلو النيجاتيف عندي عالي شوية فبدل ما ازود السمك كل البلاطة دي كلها بقى مش محتاج غير في النيجاتيف بس، هعمل هونشز كده، يبقى هعمل السمك الداخلي ده 200 بيقاوم البوستيف لو هو مسيف معايا، واعمل مثلا اللي بره بالتدريجي من 200 ل 500 او 200 ل 400 عشان لو عندي مشكله في الايه؟ في النيجاتيف. ده شكل التسريح. طبعا عشان موجود الهونش عندي تسريح يعني اضافي كده عشان موضوع الايه؟ الهونش. وبسلح تسريح عادي خالص، تسليح صود سلاب عادي ولكن برقتين تسليح. صود سلاب كنا هسلحها الاول لو سمكها اقل من 16، بحط بس سفلي بس شبكه سفلي في اتجاهين، وبحط علوي عمودي على كل كاميرا، كل كاميرا صود سلاب، من غير بقى صود سلاب عايز اسلح اي سقف من غير ما اعمل اي تسليح ولا حل بالساب ولا امسك ايدي واقعد اعمل الفا وبيتا وشرايح وعزوم، لا من غير استراكشر خالص كده عايز اسلح، هعمل في سول سلاب حديد في اتجاهين في كل البلاطات، وكل كاميرا هتقابلني احط عمودي عليها تسليح علوي، كل كاميرا تقابلني احط عميد حديد علوي عمودي عليها تسليح علوي، سواء كانت في الاند او كانت في النص او في اي مكان. ده شكل التسليح بدون حساباتي. هنا طبعا عشان خزان سول سلاب ولكن البلاطات دي سمكها اكبر من 16، فلازم اعمل ايه؟ التسليح العلوي ده اهو امده لغايه ما يتقاطع مع التسليح التاني بحيث كله بقى عالي ومستمر معايا، اعمل وصلاتي في النص هنا في المنطقه اللي فيها الشد ايه تحت مش فوق، وكده التسليح عندي موجود فوق وتحت. لو كان البحر ده كبير مثلا شويه وعايز اوفر شويه يعني بدل ما يعملوا وصله في النص، كنت اوقف دوت كده عند الربع ولا التلت، وده ربع وتلت، واحط ايه؟ تسليح تاني سنان في النص. يبقى اما اخلي رئيسي النيجاتيف يلتقي مع رئيس النيجاتيف التاني في النص، او ان انا ايه اوفر شويه واديله طول التناسب بتاع الكود اللي انا عليه التلت او الربع والكلام من ده، وازود حديد ثانوي في كله. دي حاجه ترجع للمصمم طبقا للبخور اللي عنده او كميه الوفر اللي هو يعملها لو حط حديد تاني. ده شكل العزوم، وادي القطاعات اللي عندنا بقى هي، وده شكل ايه؟ التسليح. طبعا تسليح كده في الفلوره، هو في تسليح تاني مش باين اللي هو موجود في الفلول اللي هيقاوم العزوم بتاعه. هنا طبعا هي في الحاله ديت في مرسوم كاميرا علويه، فالكاميرا العلويه دي تعمل لي العزوم بدل ما هي كانت مثلث هتعملها لي ان هي ايه؟ نيجاتيف وبوست زي ما شايفين. ده شكل التسليح في الكونستركشن في القطاع. يبقى احنا الوايت تانك بسلح في اتجاهين، بسلح في البلان وبسلح في الكروس سكشن. يبقى نفس التسليح اللي شايفينه في البلان، ادي تسليح في الكروس سكشن، وادي تفريده، وظهر معايا هنا تسليح مين؟ تسليح الوول، وهنا معمول هونش، فده تسليح الهونش بتاعتي. في ممكن اعمل سيستم تاني بقى، يعني كل ده كان على سور سلاب كسيستم اول للوايت تانك. هنا عندي بانل بيم، ده السيستم التاني لو انا مش مسموح لي باعمده داخليه، يعني معماريا او وظيفه المكان انا هنا مش مسموح لي باعمده داخليه، ممكن احيانا ايه؟ يعني الغي الاربع اعمده دول كده، وبدا طريق اعمل خزان دوت
اعمدة في الصفين كده، واخلي ده طريق كده وامتد، والغي ال4 اعمدة دول، اعمل مثلا فريم هنا وفريم هنا او فريمات، اي كان اي سيستم، تعمل اي سيستم اللي انت درسته طبقا للوظيفة. انا هنا في الحالة دي مش مسموح اعمدة داخلية تحت الخزان لاي سبب، ما هيعملوا هناك تحت الكلام ده اي حاجة ايا كان. لو ما فيش اعمدة داخلية مسموحة يبقى الحل المتاح بالنسبة لي هو ايه؟ هو البانلد بي. هقدر اقسم سقف ارضية الفلور دي بانلد بي. هل عملت دي بانلز بيفرق حاجه في التصميم او التسليح بتاع الفلور نفسه، السقف نفسه والبلاطه نفسها؟ يفرق لو انا غيرت، انا مثلا شلت ال4 اعمده دول وعملتهم بانلز، هل التسليح يكون تسميره شويه وقيم العزوم بتاعت تفرق ولا ما بتفرقش؟ حد عارف الإجابة؟ تفرق شارع الاستاتيكال سيستم هنا مش هيبقى سمبل؟ مش هتفرق يا دكتور. مش هتفرق، تمام صح، لأن أنا عندي البلاطة مش تفرق معايا بحسابات اليدوية المانيوال إن تحتيها كاميرا جاية تحت كاميرا فوق السلاب على أعمدة ولا بانل بي، ده في الحسابات اليدوية على فكرة. لكن لما بحل بالفاينايت إيلمنت بقى هتفرق شوية. هتفرق في إيه بقى؟ لما تكون الكاميرا اللي شايله البلاطه دي كاميرا كبيره ولها ديفليكشن كبير هتقللي النيجاتيف اللي ايه؟ البلاطه، لان هي بتحكي في ايه هبوط ليها في المنطقه دي. تكون كاميرا صغيره مش على عمودين قريبين فتكون لحد ما استفنساتها عاليه وبالتالي ترمي نيجاتيف فوقيها اكبر. لكن بحسابات احنا اللي قدامنا باي هاند انا بعمل شريحه ودي ركيزه ركيزه ركيزه، ما اعتبرش في اي ديفليكشن عند الركايز. لكن الواقع لما يكون دي بانل كبير هيكون الديفليكشن بتاع الكاميرا دي اكبر من الديفليكشن الاولانيه اللي كان فيها بشار على عمودين، وبدايه كانت ستيفنس هتبقى اعلى وبالتالي الثانيه كانت هتدي نيجاتيف اعلى. يبقى الفرق الوحيد هو في النيجاتيف اللي هيتولد على الكاميرات اللي فوق ده. في الواقع في الفاينل اليمنت او الفعلي هيبقى اقل النيجاتيف مومنت بتاع البند بيم في البلاطه عن النيجاتيف مومنت اللي جاي من السورس لو في اعمال. هي دي لازم ايه تحس بيها. بس في الاخر انا مهندس بس بصمم على كريتيكال، يعني حتى لو هو فاينت المت هو يعني مديني ان هو ممكن يديني في عزوم ممكن يوصل لك ان هو يعني من كتر الديفليكشن او قله الستيفنس بتاعت الكاميرا البانل دي بين دي يديني العزوم ايه قليله شويه. لكن انا بقى اسيف نفسي واحسب مانيوال وده سكور على 12 ولا على 10 واحط تسليح، يبقى حتى يبقى احيانا ممكن تفاجئ ان انت تلاقي ده الفاينت المت مدي حاجات غريبه غير اللي متوقعينه. سببه ايه؟ ليه السلاب مش واخده مومنت كبيره كده غير حليب بايدي؟ علشان الحته دي اي كاميرا ما لهاش ستيفنس عاليه تعتبر ركيزه، يعني ايه بارشلي فيكسيشن شويه، ماهيش ركيزه بمعنى فيكس تدي. كل ما الكاميرا تكون ريجيد قوي كل ما النيجاتيف اللي فيها يكون اعلى. فكل ما تبقى فاهم ليه الفايت المت عمل لي كده ليه، كل ما عارف اصمم بقى ازاي وامن نفسي ازاي وايه اللي هاخده باي هاند وايه اللي هعمله بالفايت المت كده تبقى انت ان شاء الله مهندس متميز. يبقى البانل بيم يوم مش مسموح لي اعمال داخليه طبعا السيستم هيصمم زي كنسول سلاب زي ما خدنا من شويه. ممكن اعمل ايه تاني؟ السيستم الاخير الفلات سلاب. ممكن انا الغي الكاميرات خالص بتاعه الفلور واسيبه كلير خالص فلات سلاب وخلاص، او واخليها كلها بسكن الثابت لو هي ايه الدايمنشن تسمح لي بسكن الثابت. دي اول حاجه كوستنر سكن. ممكن يعني المومنت عالي والعزومة عالية ونيجاتيف مومنت عالي، ممكن أعمل دروب بانل، ممكن أعمل دروب بانل حوالين الأعمدة، ممكن أعمل كولوم هيد، ممكن أعمل اتنين دروب بانل والكولوم هيد. ده برضو سيستم لما في الفلاتس كده يقع تحت الإيه فلاتس. فاضل إيه ما خدناهوش أو درسناه بديل في سنة تانية؟ البانل الهولو بلوك، ينفع أعمل هولو بلوك في الخزانات؟ ما ينفعش يا دكتور. طبعا ما ينفعش. احنا اللي ينفع عندنا هو السوق سلاب، الفلور عامله سوق سلاب او الفلور عامله بانل جديد او الفلور عامله فلات سلاب. التصميم في طرق امبيريكال كتير كده اهوت، يعني هديك فكره بسيطه عنها. احنا مش مطالبين بارقام بقى ولا حسابات عشان مفيش وقت في السكاشن. ان انا هعمل ايه؟ هحسب حاجه. فاكرين ام نود بتاع فلات سلاب؟ كنا نجيب ايه؟ عزوم الشريحه، عزوم الشريحه على بعضها اللي هي جواها الكولوم ستريب فيلد ستريب. فهاخد كده سبان عندي ال من عمود لعمود، دي اسمها ايه الشريحه الرئيسيه.
واحط عليها ايه العزوم بتاعتي الفورس على الشريحه اللي عرضها ال دي، يعني دبليو اف اللي هي الدبليو فلور بتاعت كيلو نيوتن على المتر مربع، انا اضربها في ال العرض ده، مش هجيبها بقى لعرض 1 متر، اللي هجيبها لعرض ال، يبقى هضرب دبليو فلور في ال، واجيب الفورس برضو من نظره ايه ال دي، اجيب جاما في اتش في ال، ادي الفورس بتاعتي كده بقت ايه، ده اللود للايه ال1 بانل، لود اوف 1 بانل. هجيب العزوم بتاعتي العادية خالص، ده بيفرق السكوير على 10، النيجاتيف والبوستر على 12، وابتدي ايه اجيب عزوم بطريقة الامبيريكال بتاعت الكود دي 10 على 12، والنورمال فورس بتاعتي بتاعت البانل زي ما قلنا كده، اللي هو النص بي في الاف في الاتش في ال، انا عندي جاما في اتش، لا ده سين جاما هنا، دي الاف ديت جاما في ايه في اتش في ال عرض الايه الشريحه، او الاف دي محصله، الاف دي محصله البي هي جاما في اتش، صح البي جاما في اتش، والاف محصله القوه هي نص البي في الاتش في ال، دي النورمال فورس بتاعت البانل، دي ام نوت ودي النورمال فورس بتاعت البانل. ابتدي اعمل خطوه اللي بعديها ايه، اقسم بقى الام نوت دي على الكولوم ستريب والفيلد ستريب زي ما خدنا في ايه في السفينات سلام العادي خالص، بس عشان نسهل هناخدها بطريقه ابسط بكتير، هاخد 75% من الام نوت هديها للكولوم ستريب، و 25% الثانيه من الام نوت هديها للفيلد ستريب، واعمل تسليح التسليح بتاعي بناء على كده. يبقى الام نوت حسبتها للبانل، ابتدي اخد العزوم ام نوت دي ادي 75% منها للكولوم ستريب و25% منها للفيلد ستريب، والنورمال فورس بالنسبه لي ثابته في الكولوم والفيلد، يعني النورمال فورس الشد اللي بيأثر نتيجه المول مش هيفرق فيه بقى حته ايه هو كولوم ستريب ولا فيلد ستريب، فالنورمال فورس في الكولوم ستريب هتبقى نص اف، والنورمال فورس بتاعت الفيلد ستريب برضه نص اف، الفرق بس في العزوم. وهعمل ايه ديزاين بعد كده واجيب التسليح، ده شكل التسليح في حاله ان عندي فلات سلاب دروب ويز دروب بانل ويز كولوم هيد كمان، بس هيكون هيد مش مرسومه، تسليح عادي خالص زي تسليح اي فلات سلاب، مع لاحظ الجوينت اللي خدتوها في الايه الوول مع الفور، تقاطع الوول مع الفور دي اللي جاي هنا، ده يشيل النيجاتيف هدي له ال دي بالشكل ده، وده شايل النيجاتيف اللي الميه جوه هدي له ال دي بالشكل ده. هنا طبعا عندي حاله واحده اللي هي ووتر اونلي، يعني الشد كله في الداخل، الجديد كان حته الشد يبقى بره، ده بس موجود في الحاجات اللي هي الاندر جراوند تانك اللي احنا ايه خدنا مثال عليها اللي هو حمام السباحه. طيب الحته بقى دي مهمه بقى وبتزود شويه الانجيك سنس او الافكار اللي هي بتنفعنا بعد كده، موضوع بقى الايه الستيكال سيستم اوف تانك وول، كل ده كنا بنتكلم على الفلور، كل اللي فات ده كنا بنتكلم على الستيكال سيستم بتاع الفلور، قلنا فلات سلاب سوبر سلاب مش عارفه ايه خلاص. هنا بقى الوول، الوول بتاعتي هندرسها اول حاجه امتى، بتكلم دلوقتي على ايه حاله ان انا عندي وول ابعادها زي ما قلنا ارتفاعها 3 متر 4 متر 5 متر وطولها طويل، هي في الحالتين هي وان واي ان فيرتيكال دايركشن، الحاله دي سواء كنت هي فري من فوق او عملت كاميرا او عملت بلاطه من فوق هي وان واي فيرتيكال دايركشن. طيب امتى اعمل كاميرا زي ما خدت اقل من 3 متر ارتفاع، كفايه كانت ليفر مش محتاجه كاميرا فوق، لو الاتش بتاعتي اكبر من 3 واقل من 5 محتاجه اعمل ايه كاميرا فوق عشان اقسم العزوم، بدل ما كلها كانت نيجاتيف كده او شد كده اخدها شويه بوزيتيف ونيجاتيف، اقسم العزوم الكاميرا دي فايدتها ايه اللي هحطها فوق دي، هتقسم لي العزوم بتاعتي شويه بوزيتيف وشويه نيجاتيف، شويه شد جوه الميه وشويه بره من بره، فتقلل لي شويه العزوم اللي عند الجوينت، فاما اعمل هورزونتال بيم تعمل لي تقوم بدور الركيزه، او اعمل جروف سلاب يعني اعمل بلاطه مقفوله، لو مطلوب مني خزان يكون مقفول اعمل بلاطه، يبقى الاثنين بعتبرهم بالنسبه لي ركيزه، سواء كانت هي هورزونتال بيم او كانت بلاطه او كده. الكلام ده امتى؟ لو اتش اكبر من 3 او اقل من 5 بعتبرها انها هنجد التوب، يبقى المول ده هنجد التوب لو عملت كاميرا فري التوب او كانت ليفر لو مفيش كاميرا. طب لو اتش بتاعتي بقت اكبر من او يساوي 5 كده بقى ايه العزومه هتبقى كبيره برضو قوي، عشان اقللها ازاي اعملها بدل ما هي هنا زيرو، الحاله دي المهم هنا زيرو، لا اعملها
فيكست الطب، اعمل بلاطه ريجيد فوق. يعني عملت بلاطه ريجيد فوق هتاكنها فيكست 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 عشان الجوينت فيكست، وفيكست دي عشان تعمل ايه الكاميرا اللي فوق دي مش كاميرا، ده بلاطه ريجيد كبيره لو اتش اكبر من 5 مثلا. السيستم الثلاثه دول سواء كانتليفر او هنجد او فيكست دي برضه اسمها وان واي. وان واي في الباتري عشان الوول ده وان واي ابعاده طويله وارتفاعه مهما كان اقل من ايه بكتير من طوله، هيبقى وان واي الحمل وان واي في الاتجاه الرأسي. هل ممكن ان انت كمهندس تفكر تحول الوول دي لتو واي؟ هل ينفع؟ هل ينفع في الوايت تانك اللي درسناه دوت اقدر احول الوول ده لتو واي سوليد سلاب بدل ما هو وان واي؟ عشان اقسم الحمل في اتجاهين وبالتالي العزومة عندي تروح في اتجاهين، اقلل العزوم بتاعتي. حاجة خدناها برضه، شفتوا حاجة خدناها في مادة تانية، كل المواد بتخد مع بعضها. ازاي احول التانك الون واي دوت لتو واي تانك؟ البلاطة حاجة بتاع على الهول اللي احنا قلنا ايه، الهول باخده لوحده لوحده وابتدي اعمل كل واحد احماله لوحده. ها احنا دلوقتي قلنا الحالات دي وان واي، هل ينفع احوله تو واي ولا ما ينفعش؟ بنفس الابعاد الكبيره دي، نفس خزان هو 4 ارتفاعه وطوله 20 متر، هل اقدر احوله تو واي ولا غصب عني لازم يبقى وان واي؟ انتوا فين يا جماعه؟ وهنا الأبعاد جبراني إن هو غصب عني توي إيه وان واي. أنت بتقول إن غصب عني، لو فكرت بالوضع الحالي قدامي هيبقى كلامك صح، غصب عني وان واي هعمل إيه؟ هو طوله كده 20 وارتفاعه 4 هعمل إيه؟ كده كده بقى مضطر يبقى وان واي مفيش حل. صح كده، صح كلامك لو أنت بالموجود قدامك، لكن أنت كمهندس زي ما بتقول من شوية الإنجينيرنج سنس بتاعك أعمل إيه؟ أنا أزود بقى ركيز ثانية، انا هزود ركايز تانية عشان احولته ويه. يبقى ده افكر بقى في حاجه تانية خدناها في ماده تانية، وليكن السوليد مثلا، حاجه زي ايه كاونتر فورتي. شايفين شايفين شريحه قدامي دي؟ انا لو انا طلعت مديت العمود وطلعته الكاميرا كده وعملت كاونتر فورت كده، بالنسبه لي الكاونتر فورت ده قسم لي الوول ما بقتش بال 20 متر، وعملت كل 5 متر 5 متر كاونتر فورت، بقت الوول قسم لي البلاطات الاربعه اللي اتفقنا عليه والعرض 5 متر. في الحاله دي معنى نسبه الستاره بتاعتهم هيطلع ايه؟ تو واي. يبقى انا اقدر احول الحمل تو واي لو زودت عنصر اضافي، ركيزه اضافيه في الدايركشن العمودي على الوول. إيه؟ امتى البلاطه الاول ده المنبر ده كاميرا ليها؟ لما يكون عمودي عليها، دايما البلاطه افقيه الكاميرا الرأسية، فبقول الكاميرا دي ايه؟ عمودي. لو انت نفس الكاميرا دي انا يعني لفتها خليتها افقيه جنب البلاطه ما بقتش ركيزه، ما بقتش ما فيش بقت هي وبطه واحده واحده حتى لو سمكه اكبر شويه. شوف يبقى نفس العنصر مجرد ما غير الدايركشن بتاعه اتحول من ركيزه شايله الحمل لجزء من عنصر نفسه مش شايل حاجه. يعني انا عايزه التخيل ده مهم جدا. يعني مثلا شايفين مثلا احنا دلوقتي الفلور ده، احنا بنقول الفلور ده متشال او حمل بيروح للوول لان دي الكاميرا بتاعته العموديه عليه، ادي البلاطه وادي الكاميرا العموديه عليه. الوول بالنسبه لي هو بلاطه بيشتغل في حاجتين، بيشتغل بلاطه لوحده بالنظره المستقله ليه لوحده، وفي نفس الوقت هو ليه دور اللي بيعتبر ايه ركيزه للفلور، وبيعتبر هو واخد حمل للفلور. لو مجرد الفلور الوول ده انا نيمته وجبته جنب الوول جنب الفلور بقى جزء من الفلور، لمجرد الدايركشن بتاعه اتغير فالستيفنس بتاعه اتغير فمبقاش ركيزه للوول. نفس الشيء انا مجرد ما العمود ده همده الاعلى بعرض كبير كده واعمله بالشكل دوت بقى عمودي على الوول، بقى ركيزه للوول، هقدر ساعتها اعتبر انها تو واي. الوول دي تو واي سوليد سلاب، واحلها واجيب لها دبليو الفا ودبليو بيتا، واجيب لها مثلث صغير ومثلث كبير وهورزونتال ستريب وكل اللي كنا نعمله في الريكتانجل تانك اعمله على سكيل بقى اكبر لو حطيت الايه الكاونتر فور. يبقى ده سؤال هو ازاي احول الحمل بتاع الوول من وان واي لتو واي، بان انا هزود سبورت اضافي اللي انتوا قلنا عنه. يبقى مهم قوي افكر بره الصندوق زي ما قلنا.
يبقى الكلام ده امتى بقى؟ بيقول لك مثلا لو الارتفاع عندي كبير قوي اكبر من 5، ده معناها كده اما يحصل مومنت كانتليفر او هنجل او كلام ده هيبقى مومنت كبير قوي، فساعتها اقلل المومنت عن طريق ايه؟ اوزع الاحمال بدل كلها في اتجاه واحد، خليها في اتجاهين، فيخف معايا الايه؟ المومنت. بس طبعا في الحسابات هيبقى اصعب بقى طبعا، لما كانت الاول وان واي سهل قوي معايا في الحسابات ومثلث واحد كبير ده ما اتش وخلاص. ادي طبعا لو كانت واي هيظهر لي بقى موضوع الايه؟ الدبليو الفا، ده طبيعي الفلور فيه الفا وبيتا، لكن الوول بتيجي عندي ايه؟ في موضوع الايه؟ الفا والبيتا وجاما موتر في اتش والفا ومثلث بتاع بيتا، نفس اللي خدتوه مع الدكتور محمود. طيب كل ده كده بنتكلم على الايه؟ اتكلمنا على الفلور سيستم بتاعه، اتكلمنا على الوول سيستم بتاعه. نيجي نبص بقى لو انا عملت كاميرا فوق هورزونتال بيم دي. الهورزونتال بيم عايز اتكلم على الهورزونتال بيم. الهورزونتال بيم في الرسم اللي على الشمال دي السبان بتاعها ايه؟ هو السبان بتاعها ال ال دي. طيب السبان دي مرتكزه ايه على الوول دي؟ الهورزونتال بيم دي مين شايلها؟ او فين الركيزه بتاعتها؟ اللي مثبتها نقطه تثبيت فين؟ نقطة التثبيت بتاعتها فين؟ نقطة التثبيت بتاعتها هي الكاميرات العمودية عليها دي. يبقى الكاميرا دي أقدر أقول نقطة التثبيت بتاعتها هي الكاميرا العمودية عليها دي. في نفس الوقت برضو الوول ديت العمودية تعتبر إلى حد ما نقطة تثبيت للإيه؟ للنقطة دي. يعني أقدر أقول إن هي دي بوكس سيكشن كده أصممها وأدي سباناتها اهي. ولو عايز يعني إن أنا يعني اجيب بوستف عالي او اصمم عليها اعتبرها هنج، هنج توينج ده سيمبل عشان اجيب بوستف عالي، قيمه بوستف عاليه. بعد كده اخدها فيكسد فيكسد عشان اجيب ايه؟ قيمه نيجاتيف مثلا، او احلها من الاول فيكسد فيكسد لانها ايه؟ فيكسد فيكسد فعلا، لانها مرتكزه في ركيزه كبيره قوي، السيستم بتاعها عالي قوي، عمر النقطه دي ما هتعرف تتحرك. انت بقول فيكسد فيكسد لو ما اقدرش احرك خالص النقطه دي، نقطه ريجيد جدا. طيب افرض انا عندي ده كده السبان بتاعي 4 متر او 5 متر مثلا او 6 متر حسب ايه ابعاد الخزان، ده الاليفيتد ريكتانجلر تانك العادي. لو انا بقى السبان عندي بقى 20 متر، هنا اصمم الكاميرا دي انها سبانها 20 متر. اما اجي اصمم كاميرا سبانها 20 متر انا عايز بقى التي بتاعتها دي كبيره قوي، هضطر ازود التي دي قوي كبيره قوي عشان تعرف يحصل لها ديفليشن في اتجاه 20 متر، عايزوها تبقى كبيره قوي. ساعتها لا محتاجه ان انا برضو زي ما عملت الكاونتر فورت اعمل نقط تثبيت ثانيه، ازود نقط تثبيت، عايز احط ركائز اضافيه عشان سبان 20 متر ده اقسمه زي ما قسمنا البحر تحت كده، حطينا كاميرا اعمده كل مسافات وكاميرات وكلام من ده. لا برضو سبان الكاميرا دي 20 متر ده هيبقى كده ايه على الفاضي، بس كبير قوي، محتاج احط عناصر اضافيه تعمل لي ركائز. العناصر الاضافيه دي طاي، بعمل طاي بربط الكاميرا دي في الكاميرا الثانيه الايه؟ اللي عموديه عليه. شوف انت لوحدك بالاجيكسنس ممكن تعملها، يكون عندك حاجه تتربط عشان تقوي الدنيا مع بعض. بتاع الالموتال مثلا بيجي يعمل كاميرا بالترابيزات الالموتال وبيعمل عمل لك كده حاجات على المايل كده ومش عارف ايه ويربط لك كده، يقول لك لا ده هتكسر مش هتستحمل مش عارف. كل هو عنده اجيكسنس عالي جدا. جاله منين؟ من الخبره، لما جرب الاول ما عملش التقويات اللي على المايل في الترابيزات اللي بيعملها بالالموتال ديت، بقى ضعيفه ومع التحميل بتكسر وبتفصل وبتحرك عن بعض الرجلين، لما بيربط الرجلين مع بعض بالممبرز اللي على المايل دي بيبقى قويه. فده اللي احنا عايزينه، مش عايزين ندمغنا بارقام كتير، عايزين ناس مبدعه. فاحنا يبقى احنا هعمل ايه؟ عايز الاسبان 20 متر كبير، عايز اقسمه ثلاث تقسيمات اهو. هعمل ايه؟ هعمل عند الكورنر تاي ممبر كده، كل واحد فيهم بيشد الثاني اهو، المنبر ده بيشد يضغط على ده وكذا، هما دول مع بعض. الطاي ده عليه شد بس رابط لي الايه؟ رابط لي التو بينز دول المتقاطعين مع بعض، فبالتالي يعتبروا ركايز عندي. النقط دي الجوينت دي بقت ركايز للهورزونتال. طبعا يا حمام سباحه ده بقول لكم بقى، حمام السباحه ما كنتش اقدر ان انا لازم اعمله فري فوق. ليه؟ لان يعني كنت عملت اي كاميرا فوق مع البحر الكبير هتبقى مش كاميرا، هتبقى حاجه يعني كاميرا يعني ايه؟ ركيزه يعني ايه؟ بتمنع الحركه. فعملت حمام سباحه مثلا طول 50 متر اولمبيوس، عملت اي كاميرا مثلا عرضها التي بتاعتها مثلا في اتجاه الافقي دي 70 80 متر، حتى المتر في طولها 50 متر دي ولا حاجه.
فمش مش تمنعني الحركه، وبالتالي ما هيش ركيزه، وبالتالي مش هتقسمني العزوم لبوزيتيف ونيجاتيف، فبالتالي ما لهاش ازمه. وما اقدرش اعمل بقى طاي حمام السباحه عشان افتح نقطه خبط الطاي في حمام السباحه، انا مضطر لازم يكون وان واي. وعشان كده حمام السباحه سهل الحسابات، لان هو كانت ليفر مع جزء فلور زي الايه السيلينج وول وخلاص انتهى الموضوع. يعني اسهل حاجه في حمام السباحه هو اسمه. بيشوف بقى انت ما اتعلمت فكره بسيطه ازاي قدام نفسك كده، انا بعرف اصمم حمام سباحه، اللي مش عارف بقى يقول يا سلام ده انت مهندس عبقري. لكن الواقع حمام سباحه اسهل بكتير من ايه؟ من البيج تانك والتانك. والوايت تانك لو انا فاهم بقى كويس منبر وعناصر هو اسهل من الريتانو تانك، لان انا ايه ممكن الغول عندي وان واي، عندي مثلثات مش عارفه ايه كل القصه، بس ان انا هعمل ايه شويه طاي فوق ان انا ايه عشان اقلل السبانز بتاعت الهرزون تلبين. فبيقول لك ان انا عندي لازم استخدم هرزون تلبين طبين لو انا عندي السبان بتاعي مور ذان الايه 7 متر. ادي شكل الهرزون تلبين اهي، ادي الطاي زي في البلان ده الانديشن بتاعها كاستراكشر. ممكن يبقى كده، ممكن اعمل، ممكن ان اعمل ايه كمان، ممكن الاعمده الداخليه تحت الفلور دي اطلعها فوق لو عندي سباس كبير قوي، وممكن اطلعها فوق يعني تدخل جوه الخزان نفسه، وكده تعملي تثبيت لسيستم الكاميرات الايه العلويه اللي فوق دي، خاصه لو كنت عايزه اعمل سقف كمان، عايزه اعمل سقف مقفول للخزان، فبضطر ارفع الاعمده لفوق واعمل السقف العلوي كمان، او اعمل التايز، او اعمل حسب السيستم اللي احنا هنعمله. طبعا طيب تاثير ده على اللودز ايه او القصه ايه؟ ادي شريحه اهي الهورزونتال بيم دي باخد لها شريحه افقيه بتمر بيها، وادي الاحمال بتاعه الهورزونتال بيم دي جايه منين؟ جايه من موضوع الايه الاكشن. مش في احنا بنصمم عامل هنا فوق ركيزه وهي الركيزه فوق، ففي اكشن موجود، الاكشن ده هو ده اللود بتاع الايه؟ اللود بتاع الهورزونتال بيم. هحطه واعمل ديزاين للهورزونتال ستريب ديت، واجيب الايه الفورس في الطاي، واعمل تصميم الطاي. ادي شكل العزوم اهو، الطاي الركيزه اكيد المومنت عندي يقلب كده جوه بره جوه بره زي ما احنا متعودين، والنورمال فورس زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وتاثير الدروب ده ايه؟ تاثير الار، الار ده هيعمل تاثير في الايه؟ الارض ليها مركبتين، او قصدي الاكشن في الطاي ده ليه مركبتين في اتجاه افقي وراسي، واحده فيهم بتعمل لي شيل، واحده فيهم بتعمل لي مومنت النورمال فورس. فلاقي اعلى شد في النص، وابتدي يقل نتيجه ايه قيمه الايه المركبه الافقيه دي. في افكار كتير جدا في الوايت تانك، ممكن مثلا في جزء في النص ده اعمله بامب روم وفش وفراغ، ما فيهوش ايه ما فيهوش ميه، بتاعي عندي الميه بس بره بس، دي عندي حالات تحميل بقى، مره البامب ديت فراغ، يعني موضوع فيه بقى ايه يعني شرايح، شريحه هنا في شريحه هنا مش هيظهر لي غير الورز الخارجيه، شريحه تانيه داخليه هنا يظهر لي ايه 4 وولز، ادي 1 2 3 4، حاجات كتير قوي موضوع الوايت تانك ده، يعني في افكار كتير. تمام يا جماعه؟ حد عنده سؤال؟ تمام. هو بس يا دكتور كده الامتحان هو كام سؤال كده ولا الدنيا هتبقى فيها ايه؟ الامتحان ايه؟ يعني هيجي لنا كام سؤال كده في الامتحان؟ احنا كده خدنا جزء كبير جدا. بصوا يا جماعه ايه يعني الامتحان بالنسبه للمواضيع اللي خدناها في الجزء الاولاني من السنه اللي هو البري ستريسنج والسنتركال شيل واللاترال لود، دول طبعا 100% كل موضوع فيهم هياخد ايه سؤال. يعني نيجي بقى الحاجات اللي خدناها بسرعه شويه زي الخزانات دي يعني بصراحه اتظلمت شويه لحد ما، يعني خاصه في السكاشن. يعني يا ترى بدأتوا سكاشن في الخزانات ولا لسه؟ لسه يا دكتور، لسه بدأناش فيها. دكتور الخزانة السكاشن بتاعت الخزانات هتجيلنا فيديوهات متسجلة، المفروض إن إحنا لا ما بدأتش في الخزانات، وهتجيلنا فيديوهات متسجلة هنذاكرها إحنا لوحدنا في الأجازة، يعني كمان مش تبقى سكاشن لايف حتى. لسه سلمي كمان مش عارف حتى لو فيديوهات متسجلة، أنت هتذاكرها لوحدك مفيش مشكلة، بس لو عندك أي مشكلة في الفيديوهات ديت أو أي سؤال اتواصل مع المعيد ويعمل لكم ميتنج في اي وقت للكل اللي عنده اسئله يعرضها، او تبعتوا له الاسئله كلها. سيدي يا دكتور انت بتتكلم يا سيدي؟ نعم.
دي اجازه يعني يا دكتور، المفروض ان دي اجازه يعني. اتكلم ايوه يا دكتور، ان هو المفروض اساسا احنا بص يا الاجازه جماعه، ما ناخدش فيها هي منهج زياده اجازه، علينا فيه. بص الموضوع هو اجازه نظريه، طول ما انت ما امتحنتش يعني، لو هتخلص منك في اجازه معناه انك هتنسى كل اللي خدته يعني. يعني يا دكتور، يعني يا دكتور نبقى واخدين اجازه وبينزل لنا فيديوهات، هو ده اللي الوزير قال يا عليه؟ دكتور ما هي فعلا اجازه نظريه انا مع حضرتك، بس احنا هي اجازه نظريه فعلا اللوحه مش يعني، هناخد اجازه. اللوحه الوزير قال يا دكتور، والرئيس يا دكتور والحكومه انا مع قالت حضرتك فعلا ان هي اجازه الوزير قال طبيعيه، ان بس الاسبوع احنا ده اخر فعليا اسبوع في الدراسه مش هناخد اجازه وخلاص كده. يا حجازي استنى حجازي، ده المفروض. بس يا المفروض دكتور يا جماعه المفروض ان احنا بقى الاستعانه يعني بتاع حتى الجزء لو على هنذاكر الاستعانات، هنذاكر اللي احنا خدناه وقت الدراسه، مش ينزل لنا حاجات جديده نذاكرها؟ بص طب بص هقول لك حاجه بقى، احنا كده عشان مظلومين تفهم جدا يعني والله يا دكتور، وخصوصا في تفهمه، الخرسانه، اول مره يتعامل معانا كده في الخرسانه الترم دول. هو الترم ده ظروفه جت كده ان دخلنا متاخر وفجاه قالوا الامتحانات هتيجي يعني، حصل لخبطه كتير بسبب موضوع الكورونا. عشان كده بقول لكم هنراعي الكلام ده في الامتحان يعني، الخزانات مش هنطول فيها حاجات كتير. احنا نفسنا يا دكتور يعني حضر يعني الدكاتره ادتنا المنهج اللي الدكاتره عاوزه تدهنه وخدناه، ما يا حصلش اي دكتور حاجه، المفروض بقى نخف علينا يعني، مثلا ممكن جزء التنكات ممكن ما ندخلوش في الامتحان. لا ده موضوع التكليف، ولا يخش في الامتحان دي حاجه هنبسطه. طبعا التكليف فيها خزان مسائل وارقام وافكار كتير صعبه، هنبسطه خالص طب يا يعني. دكتور بلاش نلم السكة لكن دي. كده ما نقدرش نقول احنا سيله، بس ده حاجه يعني، ده موضوع دخل يا في السيله دكتور بس هو بص ودرستوه. احضر هيك نلم دكتور احنا السكة. ما خدناش بيه سكاشن، ومش عارفين اصلا السكاشن ده توصل لنا ازاي ولا الكلام من ده، والمفروض ان احنا نمسح اجازه. دكتور احنا في الاجازه ديت في اللي بيشتغل وفي اللي هيكمل يعني، اذا كان هياخد كورسات ولا حاجه يزود بيها نفسه، دي اجازه يا دكتور يعني. بص يا جماعه يعني ايه الموضوع، كل سنه في الاخر دايما اخر موضوع في المحاضره بيبقى يعني ما بياخدش حقه في السكاشن، ده طبيعي في كل حته. جايز المره دي الموضوع زاد شويه، انه ايه بقى كذا يعني، بقى اكتر شويه سنه لظروف يا دكتور المجموعه. احنا بقالنا 3 اسابيع يا وعشان دكتور كده يا ما جماعه بنذاكرش في حضور الخرسانه، الامتحان ان شاء الله فاضيين. هيكون مبسط في الخزانه، بس ما ينفعش ان الموضوع ده يعني في السيلابس. المفروض على فكره المفروض يعني الجزء ده كان ياخد نص الترم، الخزانات طب ده كان دكتور حضرتك ما ينفعش الجزء تكون دي نص دكتور الترم هنلغيه من الامتحان. الامتحان يا دكتور ما يبقاش ام سي كيو، مبقاش في ايه؟ ما يبقاش ام سي كيو، يعني تبقى مسألة اه لا نحلها، لان ام سي كيو لو خطوة صعب، غلط ما ده اللي هينفعك في الخزانات على فكره يعني. الخزانات بس انا وجزء حضرتك برضو مسألة كدكتور بتاع الخزانات السلندريك. هتبقى هتحلها يعني، سؤال حمام السباحه هتحله بايدك، وهجيب لك طب حاجه مبسطه خالص فيها النظري والحاجات اللي خدناها في المحاضرات مع شويه ارقام لك نفسك. وجزء حضرتك برضو كدكتور في السلندريكال شيل برضو كارت، ما يبقاش ام سي كيو. السلندر كشل يعني، هحاول على قد ما اقدر ان القش يبقى النسبه كبيره فيه اكتر هي اللي بتتحل في الورق. كله يا دكتور بالله بالله كله ما يبقى هاتي يا مسكيو دكتور، يا دكتور حضرتك، كله يا والله دكتور يعني مقال مسكيو الدكتور السيدة خرسانة، ما ينفعش مسكيو ده دكتور احنا خطوات حل يا والله يعني دكتور. في بس ظروف استثنائية فعلا. بص يا جماعه احنا مقدرين على فكره ظروفكم على فكره، وبصيتوا على حاجه السنين اللي فاتت فالقانون بتاعكم هتلاقوا الدنيا ان شاء الله تبقى ابسط. بس احنا يعني ايه، احنا نهتم ونذاكر، دي اخر مره هنذاكر فيها خرسانه، معلش نهتم أنا والله ونذاكر العظيم تاني، ده ينفع خليتك الموضوع جامد فعلا والله. يعني احنا كده مضغوطين ظروف جامد استثنائية والله يا دكتور، احنا كده مضغوطين دكتور. جامد احنا بس جدا. يعني النهارده 12 وبنذاكر، دكتور ما احنا كنا تقولش المفروض بس خلاص، بص في الامتحان بكره اسبوعين في جايين المادة اهو الاساسية. يعني، ما نقولش ان اجازه يعني، ما ناخد اجازه 3 4 ايام يعني انا ونركز ماليش خالص اصحابي يا دكتور، اصحابي اقسم يا بالله دكتور. كلهم اللي ماشي بيتخرجوا في هندسة يعني لسه داخل على الامتحان مخلصين معاه اكتر مناهج من شهر. الدنيا تمام معاهم، ليه احنا بيحصل معانا احنا كده؟ يعني مش صدقني ده احنا اللي الوحيدة الوحيدة بأمانة والله الهندسة على لما مستوى الجمهورية؟ هنتخرج والله ما يعني ليا حد من اصحابي ازاي شغال تجاب دلوقتي. الترم ده يا دكتور؟ بأمانة والله يا دكتور احنا تعبنا جامد الترم ده يعني، كان ترم على قد ما هو صغير بس كان طويل والله يا دكتور، في المحاضرات الكتيرة اللي انكبسنا فيها على الآخر عشان يعني. ما عداش مصلحتك صدقني تاخده ده ماشي مخصص ان هو ماشي يا يخش دكتور، انا الحياة، متعارض ان والله هو وعارف ان معلومات مصلحتي بالنسبة لك في الامتحان فأساسية.